طلبة. هنروح إلى الوفد، أو ما زلنا في الوفد، ونقرأ منها مقال آخر تحت عنوان الكشف عن ثلاث مقابر أثرية في محافظة المنيا. اكتشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة لوزارة الآثار عن ثلاث مقابر أثرية تعود للعصر البطلمي بمنطقة الكمين الصحراوي جنوب غرب مدينة سملوط في محافظة المنيا، وذلك أثناء استكمال أعمال الحفر التي تجريها البعثة بالموقع في موسمها الرابع واللي بدأت في مايو الماضي. أوضح الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة أن البعثة عثرت بداخل هذه المقابر على عدد من التوابيت ذات أشكال وأحجام مختلفة، بما يساهم في معرفة المزيد من أسرار منطقة الكمين الصحراوي، واللي تم الكشف فيها عن مجموعة كبيرة من المقابر خلال مواسم الحفائر السابقة، والتي وصل عددها حتى الآن إلى ما يقرب من 20 مقبرة مبنية على طراز مقابر الكاتاكومب، واللي انتشرت خلال العصر البطلمي، واللي بتتكون من مجموعة من فتحات للدفن. دكتور عشماوي أشار إلى أنه قد تم تأريخ هذه المقابر بناء على دراسة الشواهد الأثرية الموجودة فيها إلى ما بين عصر الأسرة 27 والعصر اليوناني الروماني، الأمر الذي يجعل المنطقة بمثابة جبانة كبيرة خلال هذه العصور. وأضاف أن المقابر الثلاثة المكتشفة خلال هذا الموسم تختلف في طرازها المعماري عن باقي المقابر، حيث تتكون المقبرة الأولى من بئر للدفن عمودي محفور في الصخر من الشمال إلى الجنوب، يؤدي إلى حجرة للدفن عثر بداخلها على 4 توابيت ذات أغطية أدمية، 2 منها لامرأتين و2 أيضا للرجال، بالإضافة إلى 9 فتحات للدفن فيها بقايا دفنات. واستطرد الدكتور قائلا، دكتور عشماوي، أن المقبرة الثانية تتكون من بئر عمودية محفورة في الصخر وحجرتين للدفن. تقع الحجرة الأولى في الناحية الشمالية حيث عثر بداخلها على الجزء السفلي من غطاء تابوت وبقايا خشبية لتابوت آخر، ما يدل على أنها استخدمت لدفن شخصين. كما عثرت البعثة أيضا بداخلها على 6 فتحات للدفن استخدمت أحدها لدفن طفل صغير، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها على دفن لطفل بمنطقة الكمين الصحراوي.